بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأحدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون نبي المؤمنين شهود وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذين هو ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين تفنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفصل الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدي ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بني الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. السلام عليكم.